أصدقاء السلام عليكم. اليوم جبتكم في هذا المنظر الجميل، البحر لهاد الجي والعمارات لهاد الجي. المهم أنا في مارينا، لا مارينا سكون أبيل دي زيموب دو لا مارينا. الأصدقاء علاش بغيت نتكلم لكم اليوم؟ البارح تفرجت في واحد جوج فيديو دارهم بن زديرة، وقريت وسمعت المؤامرة اللي كدات على الجزائر من طرف المغرب. أنا أولا وقبل كل شيء نقول بن زديرة باركة باركة، ما تكلم باسم الجزائر، راه كاع الهضره اللي كتقول راك ما كتمثل غير نفسك. tu parles au nom de toi-même et que وحتى داك التبون، شتي التبون ديالك اللي انت كتشيت ليه، الله عسى يرجعك يقول لك اجي للجزائر يسمحوا لك يعفو عليك. حتى هذاك راك ما كيمثلش الجزائريين، راه شكون اللي صوت عليه؟ شكون اللي دارو رئيس؟ شكون اللي دارو رئيس؟ الجزائريين ما داروش رئيس، الجزائريين راه ما صوتوش عليه. مناطق ديال الجزائر كلها ما مشاوش للانتخابات، مناطق القبائل ما صوتوش، ما مشاوش، زيرو زيرو صفر فوتو. الور ما تبقاش داك تكلم ليا تقول ليا تبون ما تبون، ولا انت ولا انت، انت راه الجزائر غادي تكون كتكلم بحال الا انت هو الجزائر. ما انت ما كتسوى هو tu sais ce que c'est، انت tu es un minus tu vaux rien، لا عند طبون ولا عند الجزائريين ولا عند كل شيء. ولهذا المغرب، نقول لكم قضيه بعدا، المغرب من حقه يمشي للسعوديه ويمشي للدول الافريقيه ويمشي للامم المتحده ويمشي اي بلاصه باش يحامي على الموقف ديالو، باش يحامي على التراب الوطني ديالو. انت اش دخلك في قضية الصحراء؟ اش دخلك وليت كتكلم الشعب الصحراوي عنده الحقوق ما هادي خصو يحضر؟ اسمع لي نقول لك، شتي اكبر فشل، اكبر فشل ديال المؤتمرات وهو المؤتمر اللي غادي يكون في الجزائر ديال الدول العربية، ما غيكون لا مؤتمر لا غيكون فشل، ولو يكون غادي يكون فشل. ديرها هذه في راسك، ديرها في راسك مزيان. والمؤتمر اللي غادي يكون، المؤتمر اللي غادي يكون في المؤتمر اللي اكسكوزي مو سوفيا، المؤتمر اللي غادي يكون في السعودية غادي يكون ناجح، وغادي يكون بدون وجود هذاك المرتزقه ديالكم نتاعكم ديال البوليزاريو اللي نتوما وليتو كتسميوه الصحراء الغربيه. واش دابا نتوما بغيتو الجزائر تشارك في مؤتمر بجوج دولات بحال هي كتمثل جوج دولات، كتمثل الصحراء الصحراء فين كاينه؟ فين كاينه هاد الصحراويين؟ فين كاينين؟ كاينه عندكم في تندو. واش نتوما بغيتو تمثلوا البلاد ديالكم بجوج دول؟ هذاك الشيء هو اللي عمره ما غادي يكون، فهمتي؟ ولهذا ملي غادي تتكلم ما تكلمش باسم الجزائر، لا تكلم باسمك انت، اسمك انت، حيت ما كاينلاش تقول انت غادي نديرو غادي هادي، ما غادي ديري والو، ما غادي دير والو. انت غادي على الهضره كلها علاش كتقولها؟ كتقولها الله وعسى، الله وعسى هذوك الناس اللي معتبون يقولوا هذا عضو، عندنا ممثل مزيان في الانجليز، الله هذا هو، بحال هذا هو اللي خصنا باش يضد سيادو، سيادك عبود، سيادك الاخر ديال الجيري بارت، فهمتي؟ هادوك انت شفتك من النهار اللي بدا دار هاد التبون وانت كتلحس ليها الكابا، ليش؟ عرفتي وشو كيوقع لكم؟ هاد سي سا لو ديفو ديز الجيريان،
لو غران ديفو دي زالجيريان بحال شحال من واحد دابا مشى لحق على تبون راه ما عندكمش الوجه. والمشكل وهو كتكلموا على النيف الور كو نيف والله ما تكسبوه ما تكسبوه. هذوك الجزائريين اللي دابا التحقوا تبون راه كلهم كنا كنسمع مثلا نعطيك المثال داك الوزير الصناعه الجزائري قبل كنا كنسمعوه في اليوتيوب كنسمعوه في الفيسبوك كينقد زعما يدينيغري لو بوفوار الجيريان لا بوليتيك الجيريان دون تو لي دومين. دابا راه هو دخل الصف ياك لاحظتوا الجلسه الاخرى اللي دار في راديو ام والسيد تقلب ولا كيقول لا ولا هو اللي كيعير الحراك فهمتي. ها المشكل اللي كاين حيتاش قبل قالوا لي اش غتقول اش غتقول وانت غندخلوك معانا داروه مينيس مينيس ديال الصناعه يلا راه واش حتى انت بغيتي عيطوا لك يديروك وزير لي زيكسباكتري الجيريان على لترونجي غادي انت تكلف بهم. هي هذه دابا معناتها راه خصك تعرف ديرها في راسك هذه ديرها في راسك. الجزائر elle n'a existé que par son argent. Si Moualou, à l'époque de Alger, la ville des l'Algérie des révolutionnaires, dans le temps, c'est bien tout ça. والله الا الجزائر ما كان عندها وجود على الساحة الدولية الا بفلوسها. راه غير فلوسها والله ما تسوى الطبصلة. ما عندهاش وزن لا في افريقيا لا في مع الدول العربية فهمتي. علاش نفهمك علاش البوليزارو علاش استعرفوه علاش استعرفوا به دخلوه في الاتحاد الافريقي ليامات الاولى علاش دخلوه بالدراهم ديال بومديان بالدراهم ما لا اقل لا ولا اكثر. عرفتي علاش؟ حيت هذوك الدول الافريقيه كانت الله غالب الطالب ما عندها فلوس. اي وزير اي مسؤول افريقي كيقول لك تشريه يلا غا وقع غا قول فيف بوليزاريو فيف غازد فهمتي. اما الدول العربيه واش واقفين على جوج فرانك ديالكم؟ الدول العربيه كلها غنيه عليكم فهمتي. عمر شي مسؤول عربي ما غادي يرضى انتوما تجو تعطوه تشيبا باش يقول فيف بوليزاريو. ولهذا عمركم ما قدرتوا تدخلوا هذيك المنظمه ديالكم ديال بوليزاريو دخلوها في الدول العربيه ولا قدرتوا تدخلوها في الامم المتحده. دخلتوها عند الفقراء هادشي لا اقل ولا اكثر. هادشي اش كنقول لكم الالجيري نا اكزيستي كو باغ سون ارجون لا اقل ولا اكثر. وانت النوبه الجايه انسى المغرب انسى المغرب. انا عارفك انت عادو للمغرب من زمان ودرت عليك واحد الفيديو قبل. انت عادو للمغرب من دوك الناس اللي بحال شكل بومديان بحال شكل بوتفليقه اللي عطاو وجود لهاد العصابه ديال المرتزقه اللي كاينين عندكم في الجزائر.